بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الرابع والعشرون. من ظلم غيره ظلم. اشترت أرملة مسكينة قطعة جبل لتتعشى بها هي وأولادها اليتامى. اشترت فعل ماض أرملة فاعل مسكينة نعت قطعة مفعول به مضاف جبل مضاف إليه. لي حرف جاد تتعشى فعل مضارع منصوب بأن المضمرة بعد حرف الجر بها متعلقا بتتعشى هي فاعل تتعشى والمصدر المؤول من أن والفعل في محل جاد بحرف الجر والجار والمجرور متعلق بالفعل اشترت وحرف عطف أولادها معطوف على هي مضاف ها مضاف إليه اليتامى نعت فسرقها هران وتنازع في قسمتها. الفاء حرف عطف سرق فعل ماضي ها مفعول به هران فاعل وحرف عطف تنازع فعل والألف فاعل في قسمة متعلقا بتنازع وقسمة مضاف ها مضاف إليه فذهب بها إلى قرد ليقضي بينهما. الفاء حرف عطف ذهب فعل والألف فاعل بها متعلقا بذهب إلى قرد متعلقا بذهب. لي حرف الجر يقضي فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد حرف الجر وفعله ضامر مستتر تقديره هو والمصدر المؤول من أن والفعل في محل جر بحرف الجر والجر والمجرور متعلق بذهب بين ظرف مكان مضاف هما مضاف إليه وشبه جملة متعلق ب يقضي. ففرح القرد بذلك واستحضر في الحال ميزانا. الفاء حرف عطف فرح فعل القرد فاعل بذلك متعلقا بفرح وحرف عطف استحضر فعل وفاعل في الحال متعلقا باستحضر ميزانا مفعول به. وقسم الجبن قطعتين كبيرة وصغيرة وجعل كل قطعة منهما في كفة. الواو حرف عطف قسم فعل وفاعل الجبن مفعول به أول قطعتين مفعول به ثاني كبيرة بدل وحرف عطف صغيرة معطوف على كبيرة وحرف عطف جعل فعل وفاعل كل مفعول به مضاف قطعة مضاف إليه منهما متعلقا بنعت محذوف وهو نعت لقطعة في كفة متعلقا بجعل. فرجحت الكبيرة على الصغيرة. الفاء حرف عطف رجحت فعل الكبيرة فاعل على الصغيرة متعلقا برجحت. فتناول الكبيرة وقضم منها قطعة كبيرة يقصد بذلك أن تساوي الصغيرة. الفاء حرف عطف تناول فعل وفاعل الكبيرة مفعول به وحرف عطف قضم فعل وفاعل منها متعلقا بقضم. قطعة مفعول به كبيرة نعت يقصد فعل وفاعل والجملة حالية بذلك متعلقا بيقصد أن حرف نصب تساوي فعل مضارع منصوب بأن وفاعله ضمير مستتر تقديره هي والمصدر المؤول من أن والفعل في محل نصب مفعول به ليقصد. فلما ردها في الكفة رجحت الثانية فأخذها وفعل بها كما فعل بالأولى. الفاء حرف عطف لما ظرف زمان مضاف وهو متعلق برجحت. رد فعل وفعل والجملة في محل جر بالإضافة ها مفعول به في الكفة متعلقا برد. رجحت فعل الثانية فاعل. الفاء حرف عطف أخذ فعل وفعل ها مفعول به وحرف عطف فعل فعل وفعل بها متعلقا بفعل كحرف جر للتشبيه. ما مستلية فعل فعل وفعل بالأولى متعلقا بفعل وما المستلية والفعل فعل بعدها في تأويل مستري في محل جر بالإضافة والتقدير كفعله بالأولى. فقال لهم هران أعطينا ما بقي فقد رضينا بالقسمة. الفاء حرف عطف قال فعل له متعلقا بقال. الحران فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف. أعط فعل أمر وفعله ضمير مستتر تقديره أنت نا في محل النصب مفعول به أول. ما اسم مفصول في محل النصب
مفعول به ثان، بقي فعل وفاعل، والجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. الفاء حرف عطف، قد حرف تحقيق، رضينا فعل فاعل بالقسمة متعلقا برضينا، وجملة أعطينا ما بقي فقد رضينا بالقسمة في محل النصب مقول القول. فقال لهما إن رضيتما فالعدل لا يرضى. الفاء حرف عطف، قال فعل وفاعل لهما متعلقا بقال، إن حرف الشرط رضيتما فعل ثم فاعل وهو فعل الشرط. الفاء رابطة لجواب الشرط، العدل مبتدأ لا نافية، يرضى فعل وفاعل وخبر المبتدأ، والجملة من المبتدأ وخبره في محل الجزم جواب الشرط. ثم إنه كلما رجحت قطعة أكل منها. ثم حرف عطف، إن حرف مشبه بالفعل، والهاء الضمير المتصل اسم إن، كل نائب ظرف زمان، ما مستدية ظرفية مبنية على السكون، رجحت فعل ماضي قطعة فاعل، وما المستدية والفعل رجحت بعدها في تأويل مستر في محل جر، أكل فعل وفعل منها متعلقا بأكل. فقال لهم هران حين رأيا أن كلتا القطعتين كادتا أن تتلاشيا، نرجو منك أن تمسك عن الوزن وترد لنا ما بقي. الفاء حرف عطف، قال فعل ماض له متعلقا بقال، الحران فاعل حين ظرف زمان متعلق بقال وهو مضاف، رأي فعل والألف فاعل، والجنة في محل جر بالإضافة. أن حرف مشبه بالفعل، كلتا اسم أن منصوب بالفتحة المقدرة على الألف لأنه اسم مقصور وهو مضاف، القطعتين مضاف إليه، كادت فعل ماض ناقص من أفعال المقاربة يعمل عمل كان في محل رفع خبر أن، والألف اسم كادت، أن حرف النصب تتلاشيا فعل مضارع منصوب والألف فاعل، والمصدر المؤول من أن والفعل في محل نصب خبر كادتا، والمصدر المؤول من أن واسمها وخبرها في محل النصب مفعول به لرأيا، نرجو فعل مضارع وفعله ضمير مستتر تقديره نحن منك متعلقا بنرجو، أن حرف النصب تمسك فعل مضارع منصوب وفعله ضمير مستتر تقديره أنت، والمصدر المؤول من أن والفعل في محل نصب مفعول به، عن الوزن متعلقا بتمسك، وحرف عطف ترد فعل وفعل، والجملة معطوفة على الجملة التي قبلها، لنا متعلقا بترد، ما اسم مفصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به، باقي فعل وفعل، وجملة باقية صلة المفصول لا محل لها من الإعراب. فقال القرد لا تعجلا أيها الصديقان، فإنه كما حكمت لكما ينبغي أن أحكم لنفسي، فما بقي فهو قيمة تعبي. الفاء حرف عطف، قال فعل ماض، القرد فاعل، لا ناهية، تعجل فعل مضارع مجزوم بلا، والألف فاعل، أي منادى، والهاء للتنبيه، الصديقان بدل من أي، وحرف النداء محذوف، والتقدير يا أيها الصديقان. الفاء حرف التعليل، إن حرف مشبه بالفعل، هو اسم إن، كحرف جر، ما مستدية، حكمت فعل والتاء فاعل، لكما متعلقان بحكمت، وما المستدية والفعل حكمت بعدها في تأويل مستر في محل جر بالإضافة، والجار والمجرور متعلق بينبغي، وتقديرها كحكومة لكما، ينبغي فعل مضارع، أن حرف النصب أحكم فعل مضارع منصوب بأن، وفعله ضمير مستتر تقديره أنا، والمصدر المؤول من أن والفعل في محل رفع فاعل ينبغي، لنفس متعلقا بأحكم، ونفس مضاف، وياء المتكلم مضاف إليه. الفاء حرف عطف، ما اسم مفصول بمعنى الذي، وهو مبتدأ أول، بقي فعل وفاعل، وجملة بقي صلة المفصول لا محل لها من الإعراب. الفاء رابطة لما في اسم المفصول من معنى الشرط،
هو ضمير منفصل مبتدأ ثاني، قيمة خبر المبتدأ الثاني، مضاف تعب مضاف إليه، وتعب مضاف وياء المتكلم مضاف إليه، والجملة من المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدأ الأول، ثم التقم الباقي من الجمل وأشار لهما إشارة الحكم العدل بالانصراف. ثم حرف عطف التقم فعل وفاعل، الباقي مفعول به، وأل في الباقي هي أل الموصولية، وهي التي تدخل على الاسم الفاعل واسم المفعول وتكون بمعنى الذي، والتقدير الذي بقي من الجمل متعلقا بالباقي. وحرف عطف أشار فعل وفاعل لهما متعلقا بأشار، إشارة مفعول مطلق، مضاف الحكم مضاف إليه، العدل نعت، بالانصراف متعلقا بأشار. وما من يد إلا يد الله فوقها، ولا ظالم إلا ويبلى بأظلما. الواو حرف استئناف، ما نافية حجازية عاملة عمل ليس. من حرف جد زائد، يد اسم مجرور لفظا مرفوع محلا على أنه اسم ما. إلا حرف استثناء ملغا، يد بدل من يد لأن اليد مرفوع محلا، لذلك يد مرفوع مضاف الله لوز الجلالة مضاف إليه، فوق ظرف مكان مضاف ها مضاف إليه، وشبه الجملة متعلق بنعت محذوف. الواو حرف عطف لا، وهي أيضا تعمل عمل ليس، ظالم اسم لا، وخبر لا محذوف تقديره موجودا. إلا حرف استثناء ملغا. الواو حرف زائد، يبلى فعل مضارع مبني للمجهول، ونائب الفعل ضمير مستتر تقديره هو، بحرف الجد أظلم اسم مجرور، وعلامات جده الفتحة عوضا عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف، والمانع له وزن الفعل والوصف، والجار والمجرور متعلق بيبلى. والله أعلم بالصواب.